اعتقد الخبر مهم جدا، وزي ما قلت لحضراتكم في البداية المصريين منتظرين هذا القرار بفارغ الصبر، وهي عودة صلاة الجمعة مرة أخرى، ولكن في ضوابط لأنه لسه كورونا موجودة، ففي إجراءات احترازية، في عقوبات على المخالفين. وفي هذا الإطار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني وأخرى فرعية في كل من مديرية في كل مديرية برئاسة مدير المديرية استعدادا لعودة صلاة الجمعة. وأكد وزير الأوقاف عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف. للمزيد معنا على الهاتف الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذة فلوس، صباح الخير على السادة المشاهدين وعلى مصر كلها. الإجراءات الوقائية اللي فرضتها الوزارة لعودة الصلاة مرة أخرى بالمساجد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وأولا يعني نتضرع لله عز وجل شكرا أن عادت الأمور إلى شيء من شبه الطبيعة السابقة لها قبل هذه الأزمة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته بأن نصل إلى مرحلة الفتح الكامل وأن نصل إلى الحياة الطبيعية التي نتمناها جميعا. وبالنسبة لموضوع الإجراءات الوقائية، فهي الوزارة حددت بعض الإجراءات الوقائية زي ما كان متبع في الفتح قبل ذلك في صلاة الجماعة، إن كل مصلي يأتي إلى المسجد مشكورا يكون متوضئا في بيته، يكون معاه سجادة الصلاة الخاصة به، يكون ملتزم بالكمامة. من ناحيتنا إحنا هيكون فيه التنظيم الكامل والتهيئة الكاملة في المساجد، بتنظيم المسجد داخليا المسافة الاجتماعية ومسافة التباعد الاجتماعي، وبوضع علامات استكمال العلامات اللي ما كانتش موجودة. يعني ممكن كان يكون في بعض المساجد كانت كبيرة فكنا عاملين العلامات في نصف المسجد مثلا علشان ساعة الصلاة ما كانتش، ما كناش بنصلي صلاة الجمعة، هتستكمل هذه الأمور كلها أو بالفعل هي خلاص كادت أن تكون انتهت، والمساجد مهيئة لاستقبال الناس جميعا. كمان بنقول ان احنا يعني من ضمن الاجراءات الاحترازيه حمله النظافه الكبيره الواسعه التي قامت بها الوزاره خلال الايام السابقه في جميع المديريات، ويمكن ده كان ظاهر جدا في كل الوسائل، ويعني كثير من الكاميرات ومن التقريرات الاخباريه رصدت ذلك بصوره يعني نطمئن فيها ان المساجد قد يعني نالت التعقيم الجيد واصبحت مهيئه لاستقبال الجمهور ولاستقبال المصلين في أول جمعة بعد الفتح بإذن الله. إحنا بنوضح طبعاً إنه هذا القرار لا يشمل إعادة فتح كل المساجد والزوايا والأضرحة، ويعني ولا عودة كل الأنشطة زي صلاة الجنازة وغيرها من المناسبات الاجتماعية، إحنا بس بنؤكد على هذه النقطة. طيب ما يتعلق بعدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، ايه الضوابط وهنا عقوبة المخالفين؟ هو هذا الكلام تأكيدا على ما اصلا تقوم به الوزارة. احنا فعلا لا يصعد المنبر في وزارة الاوقاف وعلى منابر وزارة الاوقاف منذ عدة سنوات الا المؤهلين، الا الائمة والخطباء المعتمدين بوزارة الاوقاف او خطباء المكافأة اللي بيمروا بعدة مراحل من الاختبارات حتى يكون مؤهل ان هو يتكلم مع الناس ويشكل عقول الناس. هذا من باب التاكيد على المؤكد، يعني هو اصلا ما عندناش حد بيصعد المنبر من غير ابناء الوزاره او من غير المصرح لهم بالخطابه. وكمان حضرتك عارفه ان القرار اللي صدر من اداره لجنه ازمه كورونا والبيان اللي تبعه من معالي وزير الاوقاف اكد على ان احنا المساجد اللي هتفتح لن يكون هناك مسجد الا وله امام رسمي من وزاره الاوقاف أو خطيب مكافأة معتمد من وزارة الأوقاف، حتى يعني يتم تسيير عملية الفتح الجزئية بصورة مناسبة نضمن معها سلامة الناس. تمام. طيب إزاي بيتم رصد المخالفين لهذه القواعد والشروط، مش بس ما يتعلق بالخطابة ولكن أيضا حتى ضوابط الفتح مرة أخرى؟ يعني جميل يا فندم، خلينا نقول ان يعني غرفه العمليات اللي حضرتك تكلمتي عنها في راس الموضوع هي
هي اساس لمتابعه كل هذه الامور. وغرفه العمليات دي بتكون في غرفه عمليات رئيسيه برئاسه السيد رئيس القطاع الدين فضيله الشيخ جابر طايع، وفي في كل مديريه غرفه عمليات فرعيه يرأسها وكيل الوزاره او مدير المديريه في كل محافظه. بس احنا عايزين ننبه يا استاذه خلود على حاجه مهمه جدا، ان الناس لا تنساق وراء بعض الاخبار اللي بينشرها جماعات الشر واصحاب الافكار اللي هي الهدامه، لان احيانا بتلاقي الناس بتجيب صور قديمه، صور فوتوشوب، تقول الحق في المكان الفلاني حصل كذا وفي المكان الفلاني حصل كذا. لا، احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت كان في سيطره كامله، كان في احكام كامل، كان في متابعه جيده لكل صغيره ولكل كبيره، وان شاء الله احنا يعني كما مرت المرحله الماضيه بدون مخالفات وبدون رصد اي سلبيات، ان شاء الله عندنا امل كبير في الله سبحانه وتعالى وفي فهم المصلين وفي يعني وعيهم ان الامور تمر بهذه الصوره الجيده التي ظهرت بها في المرحله الماضيه. انا بشكر حضرتك دكتور ايمن ابو عمر وكيل وزاره الاوقاف، شكرا لك يا فندم.